بخير، نفس الروتين، 6 ديال الصباح نط، 7 كنت في البيرو، ومن 7 حتى ل 5 ديال العشيه متتاليه، والغدا حتى هو كان في وسط البيرو ما خرجش كاع. و5 ساعه وثاني مشيو جري ثالث التقاضي. اليوم ما عادش نطول بزاف، ندوي على واحد النقطه اللي حسيت ملي درت عليها، فهي اللي تبقى في موضوع الدراسه، ندوي على شي حاجه اخرى ونمشي بحال. كاين بزاف ديال الاخوان غالطين تيقول لك خويا سي مو غادي نسمح بالقرايه على قبل راه قبل ما تمشي هاد الفرصه هادي. خويا الدراسه هي الاولى، الفرص ما عمر ما كيمشيو، لان الزمان كون قال الوالد ديالك ممكن تيق. المشكله اللي عندنا دابا في هاد الزمان، بالعكس هاد الزمان هذا طاري فيه واحد المشكل، هو الفرص كثير وغداو كتزيد. والدينا ما كانوش لقاو هاد الكميه ديال الفرص اللي عندنا اليوم، حنا لقينا الفرص كثار، وهذا الشيء ماشي مزيان، لان الواحد كيتشتت كيبقاش عارف يركز. والدينا ما كانش عندهم الاختيار، بالعكس اخونا فرص كثيره، ما عجبتش تمشي هاد الفرصه هادي، سير كمل قرايتك، وفي نفس الوقت كما قلت البارح راه كتقرا وكتخدم ساعتي، راه الا ما تفرطيش القرايه انت كتقرا ودرتي شي اكتيفيتي اخرى ما عجبتش تفرم ورا ما عجبتش تسمح بقرايتك. شحال هادي كان ادسانس واي باي ولا ريسكي لا امازون ميرش تا هو راه هو جاي في الطريق غادي يولي تا هو متاح لكل شيء، الفرص غداو كتزاد، الفيرتشوال رياليتي جايه بان واحد الاشهار. انا خدمت في اي باي ملي كان في عمري 16 عام، دابا في عمري 29 عام باقي اي باي وباقي الى يومين هذا كتربح الناس. اخر مره كنت متعمق في الادسانس وكاين من الادسانس، الى يومين هذا كندخل الفلوس من الادسانس بزيادات كبار عندنا، ولكن ما مسوقينش ليه. سنين هادي ما حليتش الكونت ديال الادسنس باش نبقى نطلع على شحال ديال الربح، بحال شحال هادي ملي كنت الله بها هادي يوميا ونبقى راه في سنين باقي الادسنس وباقي تيبقى 10 سنين الجاي. امازون يلاه باجي، امازون دابا راه بليون، امازون دابا بليون دولار كامباني، والشركه الاولى اللي كيتوقع عليها انها توصل تريليون دولار كامباني، وغادا طالعه كتجري وباقي كيتوقعوا عليها فهمتي من هنا 20 عام هي اللي غادي تشد العالم كامل وغادي تحكمه. الصاد باقي خاص تعرف جوجل ولا ابل ولا سامسونج ولا كلشي ولاو تيباتو بلا نعاس بسبب امازون، يعني داكشي فاش غادي امازون خاطر بزاف الاخر هو اللي تيسيطر على كلشي ولا تيشد كلشي، حتى فيسبوك براسو يقدر يشري امازون كلشي خانو امازون. الفرص ما كتساليش، حنا في واحد الفيلم مشوق بزاف، المشكله ما فيهش البطل، كيتدادو الابطال كل نهار. دونك خود وقتك وقت ما جيتي بالعكس الدومين هادو كامل عارف فاش كنعيشو كامل على فاش كنعيشو اليوم كامل. الفرص اللي فيه حاليا كثار بارابور ل 10 سنين هادي، ومن 10 سنين حتى ما تيكونوا اكثر من دابا، ومن 20 عام تيكونوا اكثر بزاف من دابا. المشكل هو ما تعرفش فاش تركز، خاص تلقى شي حاجه تركز فيها، هذا هو المشكل، ماشي واش الفرصه كاين. دونك الاخوان كاملين باقي كيقراو، النصيحه اللي نقدر ننصحكم قرا حتى قرايتك خصص شي ساعتين في النهار، خصها تقرا شي حاجه جديده، زيد تعرف على المجالات، تعلم شي حاجه جديده في حياتك، ماشي بالضبط الخدمه في الانترنت ماركتينغ. واحسن حاجه ممكن تقرا هي تقرا ديفلوبي المايند سيت ديالك، لان بزاف ديال المشاكل اللي تعاني منهم في حياتك في المستقبل والمشاكل اللي تعاني مع راسك مع دماغك، خاصك تخلص من بزاف ديال الحوايج باش تبدا واحد الحياه جديده. المشكله للاسف ديال هذا الكون هذا هو انك تحصل لداكشي اللي عندك الداخل بزاف اللي انت صعيب تقرا، وتتكذب على راسك يوميا كتقول راك باغي الخير، ولكن لا راه في الداخل ديالك. ما نقدرش نفسر لك الهضره لانها عميقه بزاف، ولكن نعطيك واحد المثال بسيط، وخا هذا المثال هذا ما يسواش حتى 1% بتعريف الحال، لان كنت كنعاني منها انا. دابا انا سولتك نقول لك انت شنو باغي في المغرب، ولا شنو باغي في العالم هذا، ولا كيفاش باغي تشوف الناس من قدام. لا تجي نسولك هكا ولا تجي التلفاز تسولك هكا تقول اه حنا بغينا المغرب يكون مزيان والدوله تكون مزيانه ونشوفوا كاع الشباب فرح قدامين والشباب فرحانين وكل شيء ناجح. هذا الشيء على فمك المعلم، ويقدر يكون حتى على قلبك، ولكن الداخل ديالك لا دخلنا وقلبنا لا، باش نعرفوا الداخل ديالك كيف تكيفك شي شيء. الداخل ديالك ملي كتشوف شي واحد ناجح الدري صاحبك ملي كينجح اش كتقول؟ كتقول واه مزيان، ولا كتقول فاك الله يحرق ليه الوالدي علاش دارها كدا خاصني حتى انا نديرها. المشكله ديال هادشي اللي كتعيش فيه هو هادشي الداخل ديالك هو اللي كتاخذ في الاخر. يقدر تكون معاه تتبين راسك زوين وكدا، لكن في الاخر كتاخذ داكشي اللي عندك لداخل ولا غادي تشد ولا غادي يعطوك في الخلصات ديالك. ورد البال مع هادشي ماشي لا اخويا سمو والله الا انا زوين وكنبغي الخير لعباد الله، كنتمنى كاينين بزاف ديال الناس، ولكن كاين واحد بزاف ديال الناس عاد ما تنحاسبكش ما تنحاسب ما تحاسبني، انت مع راسك سول راسك كيف مع راسك جاوب على السؤال. كي
كما قلت انا ما كنحاسبش وما تنحاسبش حتى شي واحد، انا الله نحاسب يا راسي، ولكن ردت البال بزاف مع هاد القضيه هادي. لكن انت حاقود في الداخل ديالك، ماشي حاقد على عباد الله، راك حاقد على راسك، وفي الاخر غادي يخلصوك داكشي اللي عندك الداخل ولا ديتش. اف الله لي فراسكو شي نكمل شي سيريات بقاو ليا، نمشي في حالي للدار. دوينا على فرص باقا جايه ان شاء الله، المستقبل كامل زوين، شنو كاين عندك الداخل عاود الحساب مع راسك.